السلام عليكم، حياكم الله، معاكم كوشياكو. إن شاء الله اليوم رح نبدأ حلقة تعليمية كونان إكزايل. اليوم إن شاء الله رح نتعلم طريقة تجميع هارت أوف ذا ساند، قلب الرمال، وهو قطعة مهمة جدا رح نستخدمها إن شاء الله في أشياء حقة نهاية الجيم. يلا خلينا نبدأ. طبعا زي ما انتم شايفين هنا عند الدنجن اللي فيه التمساح الكبير جنب نهر النوب. يلا خلينا ندخل. هارت اوف ساند يتكون من 3 قطع، كل قطعة في مكان، وهنا في قطعة. يلا خلينا ندخل. طبعا عند التمساح العملاق معاي دوتر. الحين لازم نقتل كل التماسيح اللي في المنطقة. اوكي، حاول تقتلونهم. شوفوا ليش يهاجموني، هاجمون دوتر. عشتي. يلا خلينا نتحرك، كل التماسيح نقتلهم. خلي استامنا ترجع. هذه العيون الصفرة، هذا ايش اسمه، ياب شايفين جمجمة واحدة. الحين زي ما انتم شايفين هناك في تمساح عملاق وفي معاه 3 تماسيح. يلا خلينا ننطلق. شيت، الدم عندي نازل. طبعا انا راح اقاتله وخلي دوتر. وات، تمسح جمجمة واحدة. وات، اوكي تمام. الحين نستخدم شو اسمه البيك اكس ونجمع التمساح العملاق. يب شايفين جاجد سكورج ستون بيس، جاجد سكورج ستون بيس. وكذا نكون انتهينا من المنطقة هذه. يلا خلينا نتحرك. تمام، باقي قطعتين من شو اسمه هنا تقريبا زي ما انتم شايفين في الماب، هنا تقريبا عند هذه اسمها باكنهاي بي، يعني خليج باكنهاي. تمام، في هذه المنطقة راح ادخل هنا وراح احاول القى لي القطعة الثانية. طبعا زي ما انتم شايفين راح احاول اني اتجنب كل اللي موجودين هنا، فالمنطقة صعبة فانتبهوا معاي. يلا راح انطلق باسرع وقت وما راح اوقف. يا الله شيت، وين، ما راح اوقف. شيت 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 شيت، لا. يلا داي. مجبريني على اني اقاتلهم وانا ما ابغى اقاتلهم. شيت، يلا خلينا نحط لنا علاج هنا بدل هذا. 7. يلا خلينا ننطلق. حاول ان قد ما اقدر اني اتجنبهم ما عدا الفود. يي ماش، ما اقدر اتجنبهم. ما اقدر. يلا بسم الله راح ادخل بسط هذه، شكلي راح اموت. ما راح اوقف. وخر. يلا تحرك بليز، حاولوا قد ما تقدرون انكم تتجنبونهم. يس 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 يس، هنا. واو. Just die. اوكي رجعنا. طبعا ذبحوني من شوي، بس ذبحوني الحين انا رجعت رسبنت. اوكي صعب جدا نهجم عليهم بدون ما يتعاملون معنا، فافضل شيء انكم تقتلونهم. راح استخدم القوس والسهم، اقتل كل الموجودين. شوف جاي لي. ذبحته كان زعيم. ما ادري في باقي احد ولا لا، خلينا نشوف هذا مين. ما عنده شيء، خلينا ننتظرهم هنا راح يجون لمكان واحد. اوكي أول شيء الأرشر. تمام، واحد ثاني. ما في أحد. يلا خلينا نكمل. أوكي
ما في احد تنام، في هناك واحد. واش الحال؟ اوكي يلا خلينا نتحرك. يب هنا في قدامي تقريبا ثلاثة، هذا واحد ما درت عني، وفي هنا اثنين. اول شيء اقتلوا اللي معاه الرمح، بس اللي معاه القوس والسهم. اوكي لكن قتلناهم كلهم، الحين قاعد ندور اللي معاه. هذا هو شايفينه، قولا ما ادري ايش اسمه، بس عنده شايفين هذه هنا، هذه الشارتد شاترد سكورج ستون بيسز، شاترد سكورج ستون بيسز. يلا ناخذها تمام. والحين عاد خلاص نرجع، اذا بتلوتون في صناديق لليل هنا في المكان لوتو، انا راح امشي عشان نخلص الفيديو بسرعه. طيب رجعنا للبيس، زي ما انتم شايفين هنا في هذه، طبعا رحلتنا ان شاء الله نروح نجيب القطعه الاخيره من الهارت اوف سان تمام، وهي تقريبا يب في المنطقه هذه. يلا خل نروح. بسم الله، شفين اسوي تليبورت واخذ معاي دوتر. زي ما انتم شايفين هنا في المنطقه هذه، شوفوا الماء هنا، طبعا لازم اروح هنا المنطقه هذه للباسج. اوكي فيلا شويات ورجعت لكم. لا طبعا راح استمر. اوكي اوكي تركنا وانطلقنا، انتبهوا من العناكب وهذا كله. اوكي الطريق من هنا نمشي مع النهر، زي في شايفين القناع هذا كبير، راح ندخل جوته. اوكي انتبهوا من الحشرات، ترى كلها سامة جدا، انتبهوا الستامنا. راح ندخل الدنجن زي ما انتم شايفين، هذا هو. اوكي طبعا احنا ما في ان في برق ورعد داخل الكهف. اوكي هنجيب لنا شعله. ايش في حلقت؟ اه دوتر وخري. اوكي نشبتني الحين. زي ما انتم شايفين هنا وصلنا، يورانا حد؟ لا وصلنا المنطقة هذه. اوكي الحين لازم ننزل، ترى صعب نزول، صعب جدا، فانتبهوا. راح افضل طريقة للنزول تنزلون من الجهة اليمين. شوي شوي راح انزل، وقبل ما اوصل اخر محطة انتبهوا. اوكي لازم تحطون سبيس عن هذا ترسبن. اوكي نشوف حوليننا، نحاول ننزل شوي شوي. اخ 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 اوكي هنا في وحدة، هذه شئت 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 هيل. اوكي الحين زي ما انتم شايفين المكان كله عناكب، اوكي راح احاول اني اقتلهم قد ما اقدر. هنا في واحدة تشوفونها ولا لا؟ هذه واحدة، اوكي ماتت، هذه واحدة بعد، حاول اقتلهم قبل ما انزل. هذه واحدة، هذه واحدة، احنا ما في البرق انه يخليني اشوف كل شيء. تبوا منهم، هذه واحدة. اوكي شوف، يعني احاول قد ما اقدر اني اقتلهم قبل ما انزل. انا شايف احد الحين، انتظر البرق يطلع. اوكي كذا ما يكون في احد، يلا خلنا ننزل. طبعا الدوتر معاي، هذه هي، ننزل نحاول ننزل من هنا. يلا بسم الله ننزل ننزل ننزل. اوكي
نشوف نتأكد. اوكي راح يتجمعون علينا. شيت اخ برض ما طحت كذا ماني هيل. نوقف لا نتحرك لانه مصيبة يتجمعون علينا عناكب. في عناكب كثير هنا. طبعا هذه القطعة الاخيرة للهارت السنتف قلب الرمل او ساند هارت. باتر جات يب هذه يب هذه واحدة. لا تعطونا فرصة يتجمعون عليكم ولا اي فرصة. ماني شايفة ولا واحد. هذه واحدة اطلع من راحت. يب هذه تمام. واحدة ثانية بعد. هذه واحدة. شيت شيت شيت. اوكي تمام. الحين زي ما انتم شايفين هناك العنكبوت هذه زعيمتهم. حاول نقتلها من بعيد. راح تهجم عليها الدوتر وانا راح اقتلها بالاسهم. اوه قتلناها تمام. في عنكبوت هناك تمام. يلا خلينا نتحرك الحين. نجيب البيك اكس. طبعا لازم اغير الارمر حقي عشان مره بارد. نحط البيك اكس ونجمع احشائها. زي ما انتم شايفين اخذنا القطعه الاخيره. طبعا اذا تجمعون انتم مجموعوه ماني جمعت الحين. زي ما انتم شايفين هذه هي القطعه الثالثه من ال ستاند هارت اوف ساند تمام. اوكي يلا شوي عاد نطلع من الدنجن. يلا خلينا نطلع من الطريق اللي جينا منه. تمام بعد ما جمعنا كل الثلاث قطع خلاص باقي نجي هنا عند ال ساند سويبت روينز. زي ما انتم شايفين في الماب ساند هنا في القلعة هذه. انتبهوا من في هنا حيوانات شرسة. شو اسمه يعني انتبهوا منها حيوانات شرسة. ما ادري شو اسمها بس هذا اللي ساند سويب روينز. اوكي انا وصلت هنا وراح ندخل. يلا تمام ندخل هنا نروح لم شخص يكون موجود في المنطقة هذه. نكمل لين اخر المكان الدنجن او اللي هو تمام. ونروح نكلم الشخص هذا تمام. اذا كلمناه راح نعطيه القطع اللي عندنا هذه الثلاث قطع كلها ويسوي لنا هو قطعة جديدة. كلمة زي ما انتم شايفين. Your turn to talk, fool. Okay. وش هالنكتة الغريبة؟ أهم شيء يقول purchase the heart of the sands. طبعاً هنا هذه الوصفة حقتها يقول jagged scorched stone pieces and shredded. هذه المواصفات الأربع ثلاثة نقول كذا ونشتريها منه. Purchase made. خلاص كذا اشتريناها. شكله مو صاحي. اهم شيء زي ما انتم شايفين هنا اشترينا هذه هي تمام. نكملها على القطع اللي عندنا. وبكذا تكون انتهت حلقتنا اليوم. وجبنا الهارت اوف ذا ساند زي ما انتم شايفين هنا قلب الرمال. واذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تحطوا لايك. واذا عندكم اسئلة او استفسارات عندكم الكومنت. وشوفكم الحلقات الجاية. معكم كوشياكو في امان الله.